نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. أفادت مراسلة الميادين بأن اشتباكات عنيفة تجري بين وحدات الجيش السوري ومسلحي جيش الفتح على الجبهة الشمالية لبلدة مورك بريف حماة الشمالي، وأشارت إلى أن الجيش انسحب من أكثر من موقع في الأطراف الغربية والشرقية. وفي ريف حمص أفادت مراسلتنا بأن الجيش السوري وأبناء عشيرة الحسناء يتقدمون في ريف حمص من قرية البيضاء نحو منطقة الحزم الأوسط بعد معارك مع داعش. وفي غضون ذلك يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية في ريف حلب الجنوبي بعدما أمن طريق أثرية خناصر عقب معارك مع النصرة وداعش. الجيش وسع تأمينه الطريق عبر السيطرة على تل مراغة الاستراتيجي. خبراء المتفجرات في الجيش أجروا مسحا لجوانب الطرقات وفجروا عددا من العبوات الناسفة التي خلفها مسلح داعش والنصرة في المكان. وحدات الهندسة في الجيش السوري تفكك عشرات العبوات الناسفة التي خلفها داعش على طريق أثرية خناصر بعد استعادة المقطع الذي سيطر عليه التنظيم قبل أيام، تمهيدا لفتح الطريق أمام حركة المدنيين. الجيش يثبت خطوط إسناد ودفاع جديدة لإعادة نشر قواته للإمساك بالطريق وتأمينه. تم إعداد حملة لاستعادة السيطرة على هذه النقاط، حملة عسكرية من الجيش العربي السوري وبمؤازرة من الدفاع الوطني والقوى الأمنية. تم التحرك من اتجاه أثرية إلى باتجاه خناصر، وحملة أخرى توازيها من خناصر باتجاه أثرية. طريق أثرية خناصر وصولا إلى حلب تحت سيطرة الجيش السوري بعد معارك عنيفة استمرت نحو أسبوعين إثر سيطرة داعش على بعض أجزاء الطريق وقطعه لاحقا. معركة هدف داعش من خلالها إلى تعطيل تقدم الجيش في أرياف حلب، فمني بهزيمة كبرى في معركة أرادها مفتوحة فارتدت عليه خسائر في العديد والعتاد. طبعا المواجهات بينه وبين داعش كانت مباشرة، كانت على مسافات قريبة. استخدموا تعزيزات من كافة الاتجاهات وحاولوا بكافة القوى والوسائل أن يتمسكوا بالطريق. استطعنا بعمليات دقيقة ونوعية من توجيه ضربات قاتلة للإرهابيين، لإرهابي داعش. الجيش السوري وحلفاؤه خاضا معارك تلال في هذه المنطقة. تلتا أحد وخيبر الاستراتيجيتان كان لهما دور حاسم في استعادة الطريق. معارك طاحنة لإبعاد داعش عن التلال وتهديد الطريق. الجيش سلك طريقا التفافيا وحاصر داعش في نقاط تمركزه وانتشاره قبل أن يجبره على التراجع. الجيش أنهى معركة خناصر أثرية وعاد محاولة داعش إلى نقطة الصفر في إمكانية تهديد الطريق وقطع خط الإمداد على الجيش والمدينة. طريق أثرية خناصر تحت سيطرة الجيش السوري بعد سلسلة من المعارك التي استمرت لأسبوعين، معارك هزم فيها تنظيم داعش الذي استقدم مئات المقاتلين من الرقة، ليثبت الجيش السوري مجددا أن طريق حلب الدولي خط أحمر. طارق علي، محور أثرية خناصر، الميادين. وسنبقى مع طارق علي من مدينة حلب الذي ينضم إلينا الآن مراسل الميادين. آخر أخبار المعارك التي تجري في هذه الأوقات طارق، تفضل. نعم، لأن قبل أن نتحدث عن المعارك في أرياف حلب نتحدث عن محور أثرية خناصر. الجيش السوري أمنه بشكل كامل وفتحه صباح هذا اليوم أمام حركة المدنيين من باقي المحافظات السورية باتجاه حلب بعد أن بذلت وحدات الهندسة في الجيش السوري يوم أمس جهدا مضاعفا لتفكيك مئات العبوات الناسفة التي خلفها مسلحو داعش على الطريق العام. بدأ الخضار والفواكه وبقية وما يلزم مدينة حلب من المواد الأساسية بالدخول إلى المدينة. المدينة بدأت تنتعش اقتصاديا، يمكن ملاحظة الازدحام على المدخل الجنوبي لمدينة حلب لانا. أما عن المعارك الدائرة في أرياف حلب، فالجيش السوري مستمر في عملياته البرية في الريف الجنوبي والجنوبي الغربي لمدينة حلب بعد أن صار على أبواب مدينة الحاضر الاستراتيجية جنوب المدينة، وهي المعقل الأكبر والأبرز لجبهة النصرة في هذه المنطقة. الجيش السوري سيطر على المدخل الشرقي في وقت سابق. العمليات والمعارك مستمرة. مصادر عسكرية أفادت للميادين بأن هذه العملية ستشهد زخما إضافيا خلال الأيام المقبلة. طبعا سجل حتى الآن خلال
الأسبوعين الماضيين مقتل أكثر من 80 مسلحا، بينهم 25 قائدا ميدانيا في جبهة النصرة وأحرار الشام وجيش الإسلام في المعارك الدائرة في ريف حلب الجنوبي. أيضا على المحور الشرقي ما زال الجيش السوري يتقدم نحو فك الحصار عن مطار كويرس العسكري. الآن تدور اشتباكات عنيفة على محور قرية الشيخ أحمد شرق حلب لانا. إذن كل هذه الجبهات تسير بشكل متوازي طارق، ما بدأ حجم المعارك التي تحصل، حجم الاشتباكات وأيضا العتاد والمقاومة التي يبديها المسلحون إذا صح التعبير؟ نعم، مقاومة المسلحين تتفاوت بين منطقة وأخرى. يعني آخر ما سجل عن الفصائل المسلحة في ريف حلب الجنوبي هو إرسال نداءات استغاثة تتهم بقية الفصائل المتمركزة شمال حلب بالتخاذل والخيانة عن نصرتهم. انسحبوا من العديد من القرى، الجيش حتى الآن سيطر على أكثر من 200 كيلومتر مربع ولا أكثر من 50 قرية وتلة ومزرعة. العملية العسكرية مستمرة بزخم طبعا تنظيم داعش وبقية الفصائل المسلحة. حاولت فتح العديد من الثغرات حتى الآن، كان آخرها صد الجيش السوري هجوما على الفاميلي هاوس من جبهة الراشدين اليوم، وأيضا اشتباكات عنيفة داخل مدينة حلب في حي بني زيد الذي هاجم مسلحوه نقاط تمركز الجيش القريبة. المسلحون حتى الآن يحاولون بأي طريقة إحداث ثغرة لإيقاف تقدم الجيش. الجيش السوري مستمر في هذه المعركة وهي معركة عنيفة جدا. الجيش يعمل للسيطرة على التلال الحاكمة ليحكم قبضته نحو مناطق تواجد المسلحين، محاولا قطع كل طرق الإمداد والإخلاء المسلحين وصولا إلى الطريق الدولي حلب دمشق المار من ريف إدلب. أيضا الجيش يقترب أكثر وأكثر من هذا الريف، هنا نتحدث عن ريف إدلب، ويحاول فصل ريف حلب الجنوبي الغربي عن ريف إدلب وهو يقترب أكثر نحو معاقل جيش الفتح في إدلب لنا. شكرا طارق علي على كل هذه المعطيات، مراسل ميادين كنت معنا من مدينة حلب. وفي المقابل عرضت مواقع المسلحين مشاهد لغارات استهدفت مواقع عدة في خان شيخون في إدلب وحلب. وفيما قالت هذه المواقع أن الغارات قصفت أهدافا مدنية، أظهرت المشاهد نفسها إطلاق عدد من الأليات العسكرية التابعة للمسلحين نيران المدفعية من قلب هذه الأماكن. الله أكبر، الله أكبر، الطيران المروح يستهدف مدينة إنخل. أصل شي 30 لورا. وبعد سيطرة الجيش السوري على طريق أثرية خناصر شريان الحياة الأساسي إلى حلب، يستعد الجيش لاستكمال عملياته في الريفين الشرقي والغربي لمدينة حلب. زهراء الديراني. أهلا بكم. فتح الجيش السوري شريان الحياة الأساسي إلى حلب وطريق الإمداد الاستراتيجي للمدينة وقوات الجيش فيها. الجيش استعاد السيطرة على طريق خناصر ثم تل المراغة الاستراتيجية بين خناصر وأثرية في ريف حلب الجنوبي، وأحبط محاولة تنظيم داعش الالتفاف على الطريق وشن هجوما على محور الشيخ هلال في ريف حما، حيث دارت اشتباكات عنيفة لم يتمكن مسلح التنظيم من التقدم خلالها. هذا التقدم يأتي في وقت يستعد الجيش السوري لاستكمال عملياته في الريف الشرقي للمدينة. عناصر الجيش تمكنوا من اختراق تحصينات داعش في قرية الشيخ أحمد المجاورة لمطار كويرس العسكري المحاصر، في وقت يستعد الجيش لاختراق قرية الحاضر الاستراتيجية معقل النصرة في الريف الغربي وبوابة العبور إلى بلدة الزربة في الجنوب وتأمين مدخل طريق حلب دمشق الدولي نحو مدينة حلب. أما في مورك بريف حما الشمالي فقد تمكن مسلح جند الأقصى الذي بايع داعش في وقت سابق من اختراق الجهة الغربية للبلدة. مصادر الميادين نفت ما أشعته تنسيقيات المسلحين عن سيطرة المسلحين الكاملة على البلدة، وأضاف المصدر أن مورك لا تزال تحت سيطرة الجيش رغم محاولة المسلحين التقدم فيها، حيث فشل هجومهم على حاجز للجيش غربية
كفر نبودة. وفي ريف حمص الجنوبي والجنوبي الشرقي استهدف سلاح الجو السوري تجمعات للمسلحين في مهين والقريتين ومحيط حقل الشاعر وبلدة جب الجراح. أما في ريف اللاذقية فسيطر الجيش على جبل الفرك الواقع على الحدود الإدارية الممتدة بين الريف الشمالي الشرقي لمحافظة اللاذقية والريف الشمالي الغربي لمحافظة حماة. وفي هذه الأثناء أعلن قائد القوات الجوية الروسية الجنرال فيكتور بوندريف أن بلاده أرسلت أنظمة دفاع جوي وصاروخي إلى سوريا لحماية قواتها هناك. وأضاف في تصريح صحفي أن موسكو درست جميع التهديدات المحتملة وأرسلت إضافة إلى الطائرات الهجومية وقاذفات القنابل والحوامات أنظمة صواريخ مضادة للطائرات أيضا لاستعمالها في حالات القوة القاهرة كإمكانية اختطاف طائرة عسكرية من القواعد التي تسيطر عليها الحكومة السورية وشن ضربات جوية. أبرز منظومات الدفاع الجوي الروسية في العرض التالي لهبة اللهبيتر. لا يخفى على أحد أن روسيا تمتلك مجموعة من منظومات الدفاع الجوي تعد الأفضل عالميا، منظومات صاروخية عكفت موسكو على تطويرها على مر السنوات. نستعرض وإياكم أبرزها. منظومة فيربا الصاروخية المحمولة على الكتف المضادة للطائرات تتفوق بكفاءتها على سائر نظيراتها في العالم بحسب وسائل إعلام أمريكية متخصصة. تستطيع صواريخ هذه المنظومة إسقاط حتى الطائرات من دون طيار والصواريخ المجنحة التي تصل سرعتها إلى 500 متر في الثانية. دقة التوجيه في هذه المنظومة تعود إلى استخدام الأشعة ما فوق البنفسجية والأشعة ما دون الحمراء القصيرة والمتوسطة. منظومة الدفاع الجوي S-300 والتي تتفوق مواصفات صواريخها على صواريخ الباتريوت الأمريكية بحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. نظام S-300 قادر على الاشتباك مع الأهداف ابتداء من ارتفاع 15 مترا وتصل قدرة رصد فيه إلى 300 كيلومتر، فيما تصل قدرة اشتباكه إلى 24 هدفا ويستطيع رصد 300 هدف بنحو متزامن. منظومة الدفاع الجوي S-400 وهي من أكثر الأنظمة تطورا تستطيع إصابة الأهداف في الجو بما في ذلك الطائرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز. مدى اكتشاف الهدف في هذه المنظومة يصل إلى 600 كيلومتر، فيما يصل مدى إصابة الهدف إلى نحو 400 كيلومتر بالنسبة إلى الأهداف الديناميكية ونحو 60 كيلومترا بالنسبة إلى الأهداف الباليستية. منظومة S-500 والتي لم يبدأ العمل فيها بعد تقترن فيها وظائف نظامي الدفاع الجوي والدفاع الفضائي. هذه المنظومة قادرة على اكتشاف وتدمير 10 صواريخ باليستية تطير بسرعة تصل إلى 7 كيلومترات في الثانية في آن واحد، ومن المفترض أن يبدأ استخدامها عام 2017. قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 19 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة في بلدة عرسال اللبنانية على الحدود السورية. مراسل الميادين أفاد بأن الانفجار وقع أثناء اجتماع لما يسمى بهيئة علماء القلمون في البلدة. والوقوف حول تطورات عرسال وخلفية هذا الانفجار ينضم إلينا من منطقة البقاع مراسل الميادين محمد الساحلي. ما آخر المعطيات والمعلومات حول هذا الانفجار محمد؟ نعم لنا حتى الآن الحصيلة شبه نهائية لانفجار عرسال الذي هو ناتج عن عبوة ناسفة زرعت بجانب إحدى السيارات مما أدى إلى انفجار في ساحة البلدة في ساحة السبيل، حيث هناك عدد كبير من المحلات التجارية. حتى الآن عرف من القتلى 5 مشايخ من هيئة تجمع علماء القلمون، رئيسها عثمان منصور الذي كان يعرف في فترة المعارك في القلمون بأبو عبدالله اليبرودي، بالإضافة إلى 4 مشايخ هم عمر الحلبي، علاء بكور، علي رشق وفواز عرابي، بالإضافة إلى وجود بعض الأشلاء التي لم تحدد هوية أصحاب هذه الجثث. إلى ذلك أيضا هناك 19 جريحا، هناك 6 منهم بحالات حرجة. تقريبا معظم أو كل المصابين والقتلى هم
من التابعية السورية، إن كان من المشايخ أو إن كان من النازحين ممن يعبرون في البلدة. فكما نعلم أن بلدة عرسال تحوي حوالي 120 ألف نازح بالإضافة إلى 25 ألف مدني لبناني. يعني محمد، هو استهداف لهيئة علماء القلمون يعني بحسب المعلومات؟ لا، أنا المعلومات الأولية التي رشحت حتى الآن هيئة علماء القلمون هي هيئة مشايخ سورية كانت على تواصل وعلى علاقات جيدة مع جبهة النصرة، بالإضافة إلى وجود بعض المشايخ من هؤلاء العلماء تتبع بشكل أو بآخر إلى جبهة النصرة، وهذه المشايخ أو هذه الهيئة كانت على خط مفاوضات بين الجيش اللبناني وهيئة علماء المسلمين في لبنان، وهي التي كانت تحظى بخط المفاوضات لتحرير العسكريين اللبنانيين تحديدا مع جبهة النصرة. وبالتالي حتى الآن وبعض المصادر التي تهمس لنا في عرسال أن الأصابع تتجه إلى داعش وراء هذا الانفجار الذي هو يرفض بشكل أو بآخر هذه المفاوضات. وكما نعلم أنه في لبنان حتى الآن المفاوضات في ملف العسكريين ليس هناك أي قنوات تواصل مع تنظيم داعش. شكرا لك محمد الساحلي على كل هذه المعطيات، مراسل ميادين من منطقة البقاع. قررت شركة عربسات وقف بث قناة الميادين، وطلبت من الحكومة اللبنانية وقف بث القناة في لبنان. الميادين أعلنت رفضها لهذا القرار الذي ينتهك الحريات الإعلامية، وتؤكد أنها ماضية قدما في سياستها التحريرية القائمة على المهنية والشفافية، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار الضغوط. القناة تلقت في هذه الأثناء رسائل واتصالات متضامنة معها، كذلك تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حملات تضامن مع القناة. بعد أن فرضت وحدات الجيش العربي السوري السيطرة الكاملة على طريق حلب خناصر ثريا السلمية، الطريق أصبح آمنا بالكامل، حيث قام عناصر الجيش بتمشيطه وتفكيك العبوات الناسفة التي زرعها إرهابي داعش قبل سقوط بعضهم قتلى واندحار الباقين أمام ضربات الجيش. والطريق فتح أمام المواطنين بعد أن أنهت ورشات الصيانة إصلاح ما خربه ودمره إرهابي تنظيم داعش الإرهابي على الطريق. مشاهدينا، نحن الآن على طريق خناصر إثرية، هذا الطريق الذي كان مغلق من قبل مجموعات الإرهابية المسلحة وتم تأمينه وفتحه بفضل وهمة أبطال الجيش العربي السوري والدفاع الشعبي. سيارة هون لكان والله الطريق حلو، ما في أي شيء، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، أكيد بهمة أبطال الجيش العربي السوري اللي فتح هذا الطريق وطهره من الإرهابيين. الله يحمينا ياهن ويوفقه ويثبت أقدامهم إن شاء الله. بعد ما فتح طريق السورية خناصر، شو شعوركم؟ قلنا فرحانين ومبسوطين وبالنصر إن شاء الله بتنتصر سوريا كلها. الله يسلمك، شو بتحبي قولي لأبطال الجيش العربي السوري؟ الله يحييهم والله يحميهم والرحمة والشهدنا. في ملايين الطريق اليوم؟ كويس اليوم الحمد لله. كويس، كثير كويس. بفضل الجيش والشباب. الله يحميكم. الله يحميهم إن شاء الله. الله يسلمك، شو بتحبوا تقولوا لهم كلمة؟ الله يحميهم بس، يعني أكثر من هيك الله يحميهم بس، ويديموا لهالبلد، يصرون على هالكلاب اللي إجوا على هالبلد، يعني خربوا البلد. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله كيف ملاقيين الطريق هلا بعد ما فتحوا الجيش؟ احلى من اولي والله، احلى من الاولي، طريق حلو كتير كتير، احلى من اولي. احلى من هالجيش والله، احلى من هالجيش والله، احلى من هالجيش. الله يعطيكم العافية وشكرا كتير ولجهودكم يا رب، والله يحميكم. أبطال الجيش بإذن الله، أبطال الجيش والله يديم الجيش علينا يا رب. طيب شو مهم هذا الطريق بالنسبة لإلكم؟ بالنسبة لأن مهم لكل مدينة حلب، تلاقي بالنسبة للبضائع لكل شيء، بإذن الله فتحيف والله يحمي الجيش. الله ينصر الجيش. السيارة هون لكان كيف لقيت الطريق؟ كويس والله، الطريق كله تمام، أمور ماشية تمام تمام. يعني كان مسكر هذا الطريق، يعني شو كان بيعني لكم؟ ما دام مسكر الطريق معناته حلب مسكرة من كل شيء بمعنى الكلمة. السيارة هون لكان
وفي ريف دمشق أحكمت وحدات من الجيش العربي السوري سيطرتها على شركة جاك ومفرق الصمادي في حرستة وقطعت أهم طرق إمداد الإرهابيين، وذلك بعد أحكام السيطرة على محطة وقود الأمان بالله والأبنية قرب أوتوستراد حرستة. وفي ريف حلب أعلن مصدر عسكري أن سلاح الجو في الجيش العربي السوري استهدف أوكارا وتجمعات للإرهابيين في رسم العبد وكويرس غربي وكسقيس وشرقي المحطة الحرارية والعامرية والشيخ سعد وبستان القصر، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عدد من الإرهابيين وتدمير آليات وعتاد حربي كان بحوزتهم. كما دمرت وحدات من قواتنا أوكارا وتحصينات للإرهابيين وذخيرة وآليات مركبا على بعضها رشاشات متنوعة في محيط الكلية الجوية والراشدين 4 والشيخ خضر وصلاح الدين وأم أركيلة وتل حدية ودلامة وخان طومان. وفي ريف درعا اشتبكت وحدات من الجيش مع إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة وتنظيمات إرهابية أخرى، حاولوا التسلل إلى بعض النقاط العسكرية المحيطة بمنطقة السريتيل في درعا البلد، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين إضافة إلى تدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم. كما أوقعت وحدة من الجيش عددا من الإرهابيين بين قتيل ومصاب ودمرت لهم مربض هاون جنوب جامع بلال الحبشي وغرب مدرسة الأبازيد وفي بلدة عتمان. في هذه الأثناء أقرت التنظيمات الإرهابية التكفيرية على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي بمقتل عدد من أفرادها من بينهم من سمته قائد كتيبة عمر بن الخطاب المدعو عمر سعيد النجار. وفي ريف حمص دمر سلاح الجو العربي السوري أوكارا لإرهابي داعش في محيط حقل جزل ومهين والقريتين. ضبطت الجهات المختصة في محافظة السويداء على محور خربة سمر قرية أم ولد ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والذخائر والعبوات الناسفة تقدر بأربعة أطنان، وذلك بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية كانت تنقل المضبوطات لإيصالها إلى الإرهابيين، حيث تم إلقاء القبض على سائق السيارة، كما تم تدمير سيارة دوشكا وقتل من فيها من الإرهابيين. قال محافظ السويداء عاطف النداف أن الجهات المختصة كشفت ملابسات جريمة اختطاف أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في السويداء شبلي جنود والتي أدت إلى استشهاده. وصرح مصدر مسؤول في المحافظة أنه بعد عملية الرصد والمتابعة والتقصي الدقيقة التي قامت بها الجهات المختصة في السويداء تم كشف ملابسات جريمة اختطاف شبلي جنود، حيث أفضت التحقيقات التي أجريت مع طبيب أمين الفرع إلى اعترافه بمعاينته وكشفه عن الحالة الصحية لجنود خلال الأيام الأولى من اختطافه، حيث تبين له أنه يعاني من احتشاء بالقلب جراء الضغط الذي رافق عملية الاختطاف. وأضاف المصدر أن الطبيب أشار إلى أنه عاين جنود مرتين وأنه نصح الخاطفين بضرورة إسعافه إلى المشفى، إلا أن الخاطفين رفضوا ذلك وهددوه هو وعائلته بالقتل، كما حدد المكان المسؤولين عن عملية الخطف. وأشار الطبيب إلى أنه في اليوم السادس لاختطاف جنود اتصل بالخاطفين ليستفسر عن صحة المريض، لكنهم أبلغوه أن جنود فارق الحياة وتم دفنه، وقد قدم الطبيب اعترافاته بحضور مشايخ عقل طائفة المسلمين الموحدين وبعض الشخصيات الاجتماعية والأهلية والمحامي العام ونقيبي الأطباء والمحامين في سوريا. هذا وأكد المصدر المسؤول في المحافظة أن التتبعات القضائية ما تزال مستمرة وأن التحقيقات تجري بصورة طبيعية. في حلب ارتقاء 5 شهداء وإصابة 20 آخرين بجروح جراء اعتداءات إرهابية بقذائف الهاون على الأطراف الشمالية الشرقية لحي صلاح الدين بالمدينة. كلياتهم تقطع رؤوسهم. يعني بس جعلوها لله. أنا بقول لك جعلوها لله خلصونا من جامع بلال. جامع بلال ما في حدا بقرب صوبه. لا عقيد عنا ولا لعلاء بالليقة. قال لهم بس جعلوها لله خلصونا. حاج هاي امي وخواتي وابن خالتي مات طار راسه، ايش بدهم؟ نطلع عند الله مروا، وين بدهم مروا؟ اول وحده طبت بعيد علينا، رحنا لنطلق وين طبت، بعدها نزل الوحده ثانيه على الطابق الثالث، جيراني بالحاره، رحنا نأسفهم، بنات كلهم بنات، شناهم بنات جيراننا كلهم. كنا بركين بالحاره، ما شفنا طبت اول وحده بعيده شو عن جامع بلال، ما في بعد دقيقه نزلت وحده ثانيه وين عند جامع بلال، ما شفت الا في تنتين بنات والشباب كانوا بالارض، اسعفنا البنت واختها الثانيه وفي واحد شاب كمان وفي واحد نطلعت راسه راحت وجبنا الاب كمان معنا اسعاف. كنت جامع بشيل حمل على العربيه، حمل على معونه يعني، هي ما حسينا نزلت جرف، صدت في الارض ما حسيت على حوالي، فجابوني. We'll be right back.
مجلس الشعب يقر مشروع قانون برفع سن خدمة الطيارين إلى 65 وآخر بإلغاء فرع الثانوية المهنية للبريد لدى وزارة الاتصالات والتقانة في المؤسسة العامة للبريد. بهدف الاستفادة من الكفاءات الوطنية نظرا لما تكتسبه من خبرات علمية خاصة العمل في مجال الطيران، أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن رفع سن خدمة الطيارين إلى 65 وأصبح قانونا. سن 65 كما تفضلتم هو المزيد من الخبرة، المزيد من المهارة، المزيد من التعايش مع حيثيات هذه المهنة. هذا الإجراء أو الاختبارات النصف سنوية هي أمور إجرائية، لا يمكن للطيار أن يمدد له 5 سنوات دون أن يكون هناك اختبارات صحية لإمكانية أو لجاهزيته للطيران. نسأل أيضا في المجال المقابل بالنسبة للشباب الصاعدين الطيارين، هل سيأخذ أحد دور هؤلاء الشباب؟ من تم تسريحه منذ سنة أو سنتين وبلغ 61 اليوم هل يعاد إلى الخدمة؟ من بلغ 61 أو 62 وسرح قبل عامين خلص طلع أو عام. طلع ما القانون لا يصدر بأسر شيء من الآن وطالع إلا إذا نص صراحة في القانون. طيارينا الشباب يلي الآن ما عم نفتح له مجال للتوظيف، طيب في عدد كبير أنا بعرف من اللي تخرجوا من مدارس إن كان باكستان ولا أمريكا لبنان، كل هذول في عنا طيارين كتير، طيب هذول شو بدنا نساوي فيهم؟ مجال العمل في الطيران له خصوصية، فالعاملون به يخضعون لنظام الركب الطائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 35 للعام 1979، فتأمين البديل وتدريب الطيار وتأهيله يكلف الكثير من الوقت والجهد وأعباء مادية كبيرة، كما وصفها وزير الناقل الدكتور المهندس غزوان خير بيك. لذلك موضوع 65 هو لبقاء هذا الطيار، تستطيع الإدارة الاحتفاظ به حتى لو أراد الاستقالة ولا يستطيع العمل في المجالات الأخرى أو في الشركات الأخرى أيضا. موضوع صحة الطيار، لا يستطيع الطيار، هناك روائز وهناك فحوصات دورية كل 6 أشهر، وهو حسب المنظمة العالمية للطيران وحسب الاتحاد الدولي أيضا للطيران يخضع له الطيار. أي خلل في أي مواصفة لا يجوز للطيار أن يطير إطلاقا. ولأسباب تتعلق بالتوسع الكبير في التعليم الفني والمهني، أقر مجلس الشعب أيضا مشروع القانون المتضمن إلغاء فرع الثانوية المهنية للبريد لدى وزارة الاتصالات والتقانة في المؤسسة العامة للبريد المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1962 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 41 للعام 2003 وأصبح قانونا. مثل هذه المدارس مهمة خاصة، يعني ما الفائدة من إلغاءها؟ ما هي سلبيات إلغاء مثل هذه المدارس؟ حكى زميلنا أنه من خلال ما ورد بالمشروع الفرص العمل المهني والفني أعدادهم بالعشرات الآلاف، بس وين فرص العمل؟ خلال الاجتماع نوقشت كل التفاصيل ونوقش ما طرحه الزميل محمود. نعم، واتفقنا مجتمعين، لم يتحفظ أحد، ووقعنا بعدما اتفقنا على المحضر، بعدما اتفقنا مجتمعين على أننا أنهينا هذا الموضوع هنا ولا يحتاج إلى استدعاء الوزير أو من ينوب عنه، فكلنا قرأنا السلبيات والإيجابيات قراءة موضوعية. طرح اللي حكى عن اتصالات وتكنولوجيا معلومات وشغلة متطورة، يفترض هاي السيرة المهنية خاصة بالبريد. وزير الاتصالات والتقانة الدكتور محمد الجلالي أشار إلى أن إلغاء الثانوية جاء بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد، فمنح صفة الشهادة الثانوية لخريجي الثانوية المهنية للبريد يتطلب من المؤسسة العامة للبريد تدريس مناهج تعليمية وتربوية إضافة إلى الجانب المهني، وهو ما يعد خارجا عن نطاق عملها الذي ينبغي التركيز فيه على الجوانب التشغيلية. فرص العمل اليوم المؤسسة العامة للبريد، وأرجو أن يكون واضح أنه نحن نتحدث عن المؤسسة العامة للبريد وليس عن الشركة السورية للاتصالات، هذاك أمر مختلف. اليوم المؤسسة العامة للبريد فيها أكثر من 2000 موظف وعامل، جزء كبير منهم اليوم سيد الرئيس أنه ما بيشتغلوا، لأنه 450 مركز بريد اليوم المتوفر منها
أقل يعني حوالي النصف، وما زالت الدولة ملتزمة بدفع رواتب هؤلاء العاملين اللي هن أصلاً يعني موجودين كانوا في أماكن ساخنة. لا يمكن النظر إلى المؤسسة العامة للبريد على أنه هي مكان للتوظيف الاجتماعي. إقرار مشاريع قوانين والهدف تأمين سوق العمل بأفضل المهارات والمحافظة على استمرارية العمل بوتائر عالية تخدم الوطن والمواطن. ويستمر النقاش بين أعضاء مجلس الشعب، والغاية تكثيف الجهود لإيجاد فرص عمل والاستفادة من الخبرات والكفاءات العلمية. ناجي شوفان لأخبار التلفزيون العربي السوري، مجلس الشعب. ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب بحضور وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل الموازنة الاستثمارية لوزارة السياحة للعام القادم والمقدرة ب 528 مليون و300 ألف ليرة سورية. رئيس اللجنة حسين حسون أكد أن الموازنة الاستثمارية للوزارة أكبر من موازناتها لعام 2015، وهو ما يدعو إلى تحسين الواقع السياحي واستثمار جميع الأماكن السياحية. من جهته أشار وزير السياحة المهندس بشر يازجي إلى أن جميع المشاكل المتعلقة بالقطاع السياحي في سوريا كانت ناجمة عن سوء التخطيط، وهو ما تعمل الوزارة على تلافيه خلال المرحلة القادمة. كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل والجهات التابعة لها لعام 2016 والبالغة 1,233,000,000 مليون ليرة سورية، وأبواب أنفاقها ونسب تنفيذ خطتها للعام الجاري والبالغة 773 مليون ليرة سورية. وأكد أعضاء اللجنة أهمية المشاريع الواردة في الخطة الاستثمارية الرامية إلى أحداث قصور عدلية جديدة وترميم وصيانة القديم منها وأحداث مجمعات قضائية في بعض المناطق. وأوضح وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن الوزارة تعمل وفق خطة طموحة لتجاوز تداعيات الأزمة الراهنة واتخاذ الإجراءات الاستثنائية اللازمة، ومنها نقل بعض اعتمادات الموازنة إلى أبواب أخرى لإعادة ترميم قصور العدل التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية. وناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات الموازنة الاستثمارية لوزارة العمل والجهات التابعة لها البالغة 247 مليون ليرة سورية. وأكد وزير العمل الدكتور خلف العبدالله حرص الوزارة على إنجاز التعديلات الضرورية الخاصة ببعض القوانين، ولا سيما القانون الأساسي للعاملين في الدولة لعام 2004، وذلك بعد مراعاة جميع الملاحظات الواردة من الجهات العامة، حيث سيتم رفعه قريبا إلى مجلس الوزراء لمناقشته. أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال أن الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سوريا تهدف إلى تدميرها والنيل من مواقفها الوطنية والقومية واستقلالية قرارها السياسي ومعاقبتها على رفضها الخضوع للإملاءات الأمريكية والغربية والإسرائيلية. وأشار الهلال خلال لقائه الوفد العربي الأوروبي لدعم سوريا في مواجهة الحرب التي تتعرض لها إلى أن سوريا لن ترهن قرارها وحريتها لأحد في العالم مهما كانت الضغوط والإغراءات، وما رفضته سابقا لن ترضى به اليوم. وأضاف الهلال أن سوريا حسمت قرارها منذ اليوم الأول للحرب، وهي تحارب الإرهاب حاليا نيابة عن العالم كله، حيث يخوض الجيش أشرس المعارك على امتداد ساحات الوطن، موضحا أن جميع القوى الإرهابية في سوريا تستخدم الإسلام لتشويه صورته الحضارية ورسالته الإنسانية. ولفت الهلال إلى أن الحرب الإرهابية فشلت في إسقاط سوريا بفضل قوة ومنعة وحدتها الداخلية والقيادة الحكيمة السيد الرئيس بشار الأسد وقوة وعقيدة الجيش العربي السوري الذي يصنع المعجزات، ففي كل يوم يحرر مناطق جديدة وليس هناك منطقة يعجز عنها. وأكد الأمين القطري المساعد أن سياسة ازدواجية المعايير التي تنتهجها أوروبا اليوم تجاه الأحداث في المنطقة بشكل عام وسوريا بشكل خاص أضرت بمكانتها العالمية وجعلتها ألعوبة بيد أمريكا وإسرائيل وبعض دول الخليج، كما أن هذه السياسة كشفت زيف ادعاءاتها وشعاراتها الخاصة بالحرية والديمقراطية من خلال تحالفها مع دول الرجعية والتخلف العربي ومحاربة الدول الديمقراطية ومنها سوريا. وأوضح الهلال أن التعاون الروسي مع
سوريا في مجال محاربة الإرهاب تم بناء على طلب القيادة السياسية وبالشكل الذي يحترم السيادة الوطنية واستقلالية القرار، مشيرا إلى أن هدف هذا التعاون القضاء على الإرهاب بمختلف أشكاله. ودعا الهلال أعضاء الوفد إلى نقل حقيقة الأحداث وتشكيل تحالفات مع القوى السياسية والإعلامية والمجتمعية المناهضة للحرب على سوريا للتنديد بمواقف دولهم الداعمة للإرهاب والتعريف بحقيقة الفكر الإرهابي المتطرف. وأعرب أعضاء الوفد عن اعتزازهم وفخرهم بالصمود الأسطوري للشعب السوري وجيشه وقيادته، مشيرين إلى أن زيارتهم هدفها التضامن مع سوريا والتعبير عن رفضهم للحرب الإرهابية التي تتعرض لها. هي الكوكبة هي الرائعة من كل هيك الأطياف بكل المكونات، وهذا هو الشيء اللي بيبعث على الفخر دائما وأبدا، أنه نحن قلنا في يوم من الأيام لم يكن رهاننا في سوريا على الأنظمة الرسمية بشكل عام، فكان دائما رهاننا بكل المراحل هو على الناس الشرفاء من الشعوب، من الشعوب التواقل الحرية طبعا. واليوم تعرفوا نحن بسوريا أكيد نحن حاملين راية الحرية، ونحن لا بندافع عن الحرية بشكل أو بآخر، وأكيد نحن هذا الدفاع اليوم في كل أنحاء الجغرافيا السورية هو دفاع عن الأخلاق أولا. هذه العصابات، عصابات القتل والإجرام، لم يرغب لها أن تكون سوريا كذلك. كما زار الوفد الأوروبي لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب للاطلاع على واقع البرلمان السوري وعمله ضمن الأزمة والحرب الكونية التي تتعرض لها سوريا. وأكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب فادية ديب أن الدول الغربية والأوروبية باتت تدرك حقيقة ما جرى ويجري في سوريا من ممارسات وحشية للعصابات الإرهابية التي تجمعت من كل بلدان العالم للنيل من صمود سوريا وتفتيت وحدة شعبها في ظل التضليل الإعلامي الذي مارسته تلك الدول. بدورهم أعضاء الوفد أشادوا بالدور الكبير الذي تقوم به سوريا في محاربة الإرهاب عن العالم أجمع، كما عبروا عن استيائهم من سياسة حكوماتهم التي تدعم الإرهابيين في سوريا وتحاربهم في بلدانهم، وهذه تمثل ازدواجية في المعايير لا تقبل بها شعوبهم. بعد أقل من 24 ساعة من استعادة الجيش العربي السوري سيطرته على جميع النقاط في ضحية حرست ريف دمشق، عمال الكهرباء والورشات في محطة كهرباء الفيحة الثانية يعملون على قدم وساق لإعادة إقلاعها. ضحية حرست بريف دمشق، أيام وليالي عانت من الإرهاب الذي أينما حل استوطن الدمار والخراب، لكن الوقت لا يطول ولا بد للحق أن ينتصر. فرجال الجيش العربي السوري كعادتهم دحروا الإرهاب واستعادوا كل النقاط في ضحية حرستة، فما كان من رجال النور إلا أن هبوا ليواكبوا تقدم جيشنا الباسل، ولا سيما بعد الدمار الكبير الذي خلفته تلك العصابات الإرهابية في البنية التحتية للواقع الكهربائي في محطة الفيحاء الثانية. بالنسبة للعمل والواجب، يعني لو في خطورة نحن دائما موجودين، يعني نحن ما نعز من عناصر الجيش العربي السوري. إن شاء الله خلال فترة قصيرة ترجع كل شيء مثل ما كان. وزير الكهرباء المهندس عماد خميس ومحافظ ريف دمشق المهندس حسين مخلوف جالا على أرجاء المحطة للاطلاع على حجم الأضرار وواقع العمل لورشات الصيانة. أنا اليوم هذا الإنجاز حقيقة العظيم في هالمحطة الكبيرة، محطة استراتيجية تفوق تكلفتها 5 مليارات ليرة سورية، وهي محطة حديثة تم إنجازها عام 2010، لكن شفتوا حجم الحقد والسواد والظلامية لدى المجموعات الإرهابية المسلحة بالتخريب والتخريب الممنهج. يعني اليوم استهدافهم للمحطة هي بداية ما دخلوا للمنطقة أو تسللوا للمنطقة، استهدافهم للمحطة هذا شيء ممنهج، وآلية التخريب في هالمحطة هي آلية ممنهجة حقيقة بتدل على الناس يحملون الحقد ويحملون الظلام لأبناء الوطن. العمل المباشر من قبل عمال الكهرباء في هذه المحطة مهم جدا بالنسبة لضاحية الأسد بحرستا. مثل ما بنعرف كانت أول هدف للإرهابيين هذه المحطة كي تؤثر على ضخ المياه وباقي الخدمات، والحمد لله تم تأمين البدائل آنذاك بأقصى سرعة، لدرجة أننا لم نشعر أن هذه المحطة خرجت من الخدمة بفضل جهود وزارة الكهرباء. اليوم التعويل على هذه المحطة بهذه السرعة، أمس تحررت واليوم العمال فيها لإعادتها إلى الخدمة من أجل تقديم الطاقة اللازمة لضخ المياه من الآبار إلى المنازل ولباقي الخدمات.
للتأكيد على إجرامهم وحقدهم، قام الإرهابيون بتفخيخ المحطة لإيقاع أكبر عدد من الإصابات بصفوف رجال النور، لكن جيشنا الباسل خبر مدى حقدهم فتعامل مع التفخيخ ونزعه وأمن المنطقة لعمال الصيانة. تقدمتهم انتصارات مهمة لرجال الجيش العربي السوري، يعقبها تقدم لرجال الخدمي السوري لإعادة الوضع كما كان عليه وأفضل. أخبار تلفزيون عربي السوري، محمد جربوع، ضحية حرستا، ريف دمشق. الفلاحون في محافظة ريف دمشق يؤكدون في الملتقى الأول لفلاحي ريف دمشق تمسكهم بأرضهم رغم كل الاعتداءات الإرهابية. ثبات الفلاح في أرضه واستمرار عمل المؤسسات الزراعية هو ما يعزز صمود الوطن بوجه الاعتداءات الإرهابية الممنهجة التي تتعرض لها سوريا، وهو ما أكده عضو القيادة القطرية، رئيس مكتب الفلاحين القطري ورئيس اتحاد الفلاحين القطري في الملتقى. طلعنا على واقع الأخوة الفلاحين منتجي الأغنام ومربي الأبقار، وبالتالي يعني صار لنا تصور عن هذه المنطقة، ما هي بعض المشكلات اللي ممكن مع رفاقنا في الحكومة لمعالجتها. طرحنا بعض القضايا مع السيد الوزير والتقينا، وإن شاء الله توضح كل الحلول اللي ممكنة لأهلنا في ريف دمشق. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أشار إلى تعاون الوزارة مع الفلاحين وتأمين المقنن العلفي لمواشيهم والمواد الأساسية لمزارعهم، لافتا إلى أهمية التكامل الحيواني والنباتي الذي يعزز صمود الوطن بوجه الإرهاب. أهمية الجولة هو التواصل مع أخوتنا الفلاحين والاطلاع على النشاطات الزراعية ميدانية من خلال الاستماع إلى الصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط وتأمين مستلزمات الإنتاج. كل هذه المطالب ستلقى الاهتمام لإيجاد الحلول المناسبة وإيصال هذه المستلزمات بشكل ميسر إلى أخوتنا الفلاحين. خلال هذه الجولة تم الاطلاع على الواقع الزراعي والثروة الحيوانية في هذه المنطقة وفق الخطة الموجودة لدى مكتب الفلاحين القطري وفرع ريف دمشق. تم الاطلاع على الواقع الزراعي وواقع الثروة الحيوانية. وطالب الفلاحون المشاركون في الملتقى بتوفير المحروقات والكهرباء والمواد العلفية اللازمة وتسهيل إجراءات النقل، إضافة إلى فتح الآبار وتأمين المياه اللازمة. مشاركة مميزة للسياحة السورية في المعرض المتوسطي للسياحة الأثرية في إيطاليا الذي اختتم فعالياته بتسمية الجائزة هذا العام باسم الراحل خالد الأسعد. شاركت وزارة السياحة السورية في فعاليات المعرض المتوسطي للسياحة الأثرية في مدينة بايستوم في مقاطعة ساليرنو الإيطالية في ندوة بعنوان تدمير وأضرار مواقع التراث الثقافي والهوية الثقافية. 55 countries from all the world. ممثل وزارة السياحة محمد صالح قدم عرضا ذكر فيه كيف كانت تدمر وحالها الآن، إضافة لبعض المواقع التي تعرضت للتخريب والسرقة المنظمة كقلعة الحصن وماري ودور أولوريس وبصر الشام وإبلة. كما تحدث صالح عن الآثار السلبية التي نتجت وستنتج عن تدمير الإرث الحضاري بكافة أشكالها التاريخية والاقتصادية والإنسانية والثقافية والتعليمية، وعن الحفريات والتنقيب الغير مشروعة في المواقع الأثرية والإتجار بها في السوق السوداء، وضرورة وضع تشريعات عالمية تضع حدا لتلك الظواهر. وأعرب مدير بوشناقي المستشار الخاص لمدير اليونسكو عن أسفه تجاه ما يحدث، مشددا على ضرورة محاصرة الأسواق السوداء التي تعمل بالإتجار بالآثار والسرقة والتهريب. البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مملكة إبلة أسف لطمس الهوية السورية والتاريخ وتدمير التراث الثقافي والأضرار الكبيرة التي تعرض لها موقع إبلة. وفي الختام جرت مراسم منح جائزة المعرض الأثرية لعالمة الآثار اليونانية كاترينا بيرستيري، وسميت الجائزة هذا العام باسم الراحل خالد الأسعد بعد الوقوف دقيقة صمت على روح الراحل. كما تحدث الجميع عن مناقب الفقيد ودوره الكبير في توثيق تاريخ تدمر
وأدانوا الجريمة البشعة التي قامت بها الجماعات الإرهابية التكفيرية بحقه. الفعاليات الشعبية والحزبية والطلابية في اللاذقية نفذت وقفة تضامنية مع الشعب الروسي بعنوان عيدكم عيدنا شكرا روسيا، وذلك بمناسبة يوم الوحدة الوطنية في روسيا. في مشهد يعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين والحكومتين السورية والروسية، أراد من خلاله السوري في المنطقة وكانوا دائما إلى جانب الشعوب المظلومة. أنا إن شاء الله سوريا بتنتصر على الموقف المشرف الذي وقفته مع الشعب السوري قيادة وجيشا وشعبا. روسيا التي ناضلت من أجل وحدتها الوطنية تدعم اليوم سوريا في حربها ضد إرهاب يستهدف سيادتها ووحدتها الوطنية. أكد محافظ حمص خلال جولته في أحياء القصور ومساكن التأمينات ومساكن الضباط أن مجلس المدينة اتخذ عدة إجراءات للتعويض على الأهالي المتضررين من إرهاب التنظيمات المسلحة بنسب تتراوح بين 30% و40%. مساكن الضباط والتأمينات والقصور أحياء في حمص أصابت تخريب بنيتها ومنازل أهلها، واليوم بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد بالبدء بتأهيل المناطق المتضررة وتخديمها بكل القطاعات، توجه محافظ حمص مع مدراء القطاع الخدمي إلى تلك الأحياء لدراستها على أرض الواقع كخطوة أولى تثمر نتائجها في الأسابيع القادمة. العالم هلأ عم تستنى إذا صار حركة إنه شوي للتنظيفات، عدد الكهرباء ما يفي هلأ بترجع الأهالي، يعني تصير تستقر الأهالي الرجعة. أهم شيء مستلزمات البوب والشبابيك ومي والكهرباء. عندنا المنطقة هون بشكل عام منطقة على العظم بدها إعادة ترميم. معظم أحياء مدينة حمص بدأت العودة إلى بنسبة تزيد عن 30%. هناك بعض المناطق اللي قابلة للإصلاح أو شبكة المياه والكهرباء والصرف الصحي ممكن أن يتم تأمينها خلال فترة قصيرة. أيضا تأهيل بعض المدارس، بدأت الآن مراحل جديدة لإعادة سكان منطقة القصور كما يسمى هنا عالي واطي، أيضا منطقة محيط المطحنة ومساكن الضباط. هذه المناطق ستبدأ عملية عودة السكان إليها إن شاء الله خلال أسابيع، وبشكل موازي تتم الآن عمليات تأمين الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء. إعادة الإعمار هي تحصيل حاصل بعد إنجازات الجيش العربي السوري وتضافر جهود الأهالي مع الحكومة لتعود الحياة إلى المناطق التي غابت فيها لسنوات. هناء علي، حمص، التلفزيون العربي السوري. الجهود مستمرة لتوفير احتياجات المواطنين في محافظة حلب ومحاسبة محتكري المواد الغذائية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وغرفة التجارة تطلق حملتها لدعم المواد الغذائية والتموينية. في إطار التدخل الإيجابي بأسعار المواد الغذائية والتموينية وكسر الاحتكار ضمن أسواق مدينة حلب في ظل الارتفاع الشديد للأسعار، غرفة التجارة بحلب أطلقت حملتها لدعم المواد الغذائية والتموينية. استطعنا من خلال هذا التواصل أن نؤمن السلع التي يحتاجها المواطن من كافة أصناف المواد الغذائية لتطرح بالسوق من تاجر جملة إلى المستهلك مباشرة. هذا وقد تابع الدكتور محمد مروان علبي محافظ حلب وأحمد صالح إبراهيم أمين فرع حلب لحزب البعث الجولة على الأسواق لبيع الخضار والمواد الغذائية والتموينية، مؤكدين ضرورة الالتزام بالتسعير وتاريخ الصلاحية. خلال هذه الجولة لاحظنا أن هناك توفر في المواد وهبوط بالأسعار بشكل مقبول والتسعيرات منتظمة. لاحظنا الابتسامة الكبيرة على أبناء حلب الذين فرحوا عندما علموا أن طريق حلب خناصر قد فتح على يد القوات المسلحة البطلة. تعزيزا لصمودنا في صمود أهلنا في محافظة حلب يجب أن نوفر لهم كل ما نستطيع من أسباب الراحة، ومنها هي تثبيت الأسعار وفق الواقع الحقيقي حتى لا يتم استغلالهم من قبل البعض الذين يسمون بتجار الأزمات. الجهات الحكومية المعنية في حلب لم تغفل لحظة عن رصد ومتابعة شؤون المواطن خصوصا في أيام الأزمة التي عصفت بالمدينة.